السلام عليكم، وياكم هيثم. اليوم شوفكم شلون نربط الكتف، خليكم ويانا. طبعا الكتف يحتاج اربع اشياء. الكتف شخصيا فيوزات او فيوز واحد، سويتش او مفتاح، وايرات. بالبداية نبدأ بالوايرات السهلة. طبعا الوايرات يصير بيها قياسات، لاحظ هنا اكو قياس كبير صغير واكو وسط، تعتمد على نوعية الشيء اللي انت راح تشغله بالكتف هذا. شو تريد تشغل؟ تريد تشغل مروحة، تريد تشغل مثلا لايتات، تريد تشغل فيت بام ثاني، اي شيء تريد تشغله يعني. فيعتمد حسب هو ايش قد ياخذ امبيرية، على اساسه راح نختار حجم الواير والسيم، وبنفس الوقت نختار حجم الفيوز. فهذني مرتبطات اثنيناتهن، اوكي؟ فنشوف هذا المثال قدامنا. لان حطينا فيوز كبير اللي هو 30 على واير صغير مثل هذا، اوكي، ما عندنا الوايرات، الواير ما تحمل انه ينقل 30 امبير، فما الواير واحترق. فهاي فائدة الفيوز حتى نحدد عدد الامبيرية اللي راح نستخدمها. طبعا بالفيوزات اكو حجمين، هذا الصغير واكو اصغر من عنده كحجم، وهذا الكبير. اوكي، هسه هذا 40 اكو بيه 30، وحتى هذني اكو بيهن 30. شلون هذا؟ هذني يعتمدن على انه انت شنو نوع التطبيق اللي تريده. فقلنا مثلا هسه احنا اذا استخدمنا في شيء يحتاج هيك واير، يفضل نستخدم له هيك فيوز. اوكي، اذا استخدمنا وايرات مثل هاي يعني نقدر نستخدم فيوزات بهذا الشكل. الفيوزات بهذا الشكل شلون راح نربطها على الواير؟ تقدر انت تسوي لها كليبسات او تشتري في شيء جاهز. الشيء الجاهز اللي هو شلون هذا، شوف هنا انا مال كليبسات، وهنا وايرين، مجرد تربطهن منها على الوايرات مالتك الاصليه. هذا الفيوز تجي تربطه هنا، صار عندك هذا الواير بفيوز. اوكي، او تقدر انت شو تسوي، بدال لا تشتري هاي، ممكن تربط على الواير شلون هذا الشيء وتربط الفيوز عليه. بس شنو لازم تضرب شرينك او تيب، بحيث انه ما يطخ واحد بالاخ، بحيث ما يطخ واحد بالاخ بين هذني. اوكي، هذا هم طريقه اللي هي ترى هي نفس هاي، شوف هسه هي نفسها، هم كليبس وشادينه هيك، بس مجرد انه معزول ومغلف. هسه السويتش هذا يشغل ويطفي. هذا بيه عدة انواع، اليدوي اللي هو شلون هذا، واكو الحراري اللي هو اللي ينحط بالجوين مال راديتر. هسه شوف لكم اياه. هسه هذا يعتبر سويتش حراري. شوف الوايرات اللي بيه، هذني هن يوصلن كهرباء، يوصلن، لكن هنا دائما نختار انه نخليها يوصل بارد مو يوصل حار. فهذا نوع من السويتشات. اكو بعد اللي يصير عن طريق الضغط، اللي هو شلون جوزة الضغط. انا هسه احنا عرفنا اكو مفتاح، اكو وايرات، اكو فيوز. اوكي، هسه نجي على الكتف شخصيا نفسه. الكتف شخصيا شنو الفائدة مالته اذا نباوع عليه اكو وايرات صغيرة ووايرات كبيرة؟ احنا شو نريد نسوي؟ احنا نريد نعطي اشارة بالوايرات الصغيرة حتى الكهرباء توصل بين الوايرات الكبيرة. اوكي، هذا مثلا يجي من الحار الرئيسي مال الباتري، وهذا رايح على الجهاز اللي احنا نريد نشغله. لكن من هسه احنا نربطهن اثنيناتهن ما يوصلن، ماكو توصيل. فشو نسوي احنا؟ نحتاج نعطي حار وبارد لهذني. هذني الحار وبارد شلون نعطيه اياه؟ قلت لكم حسب. اذا مثلا احنا عندنا سويتش، ممكن شلون هذا نعطيه اشاره انه يا بتعال الكهرباء من هنا، مثلا نعطيه حار وهو احنا رابطيه على البارد. من نعطيه كهرباء لهذني الصغار راح يصير مجال مغناطيسي. اوكي، شلون هسه هذا اللي هو 1 و2، هذا الكويل يسوي مجال مغناطيسي فيربط بين 3 و5 فيوصل الكهرباء. لان هسه هي على الوضعية ماكو كهرباء بين هذا وهذا. اوكي، الا تيجي كهرباء
بين هذني، هذني من يجيهن كهرباء راح يوصل كهرباء هنا بين الوايرات الكبار. شنو فائدة هذا؟ ليش احنا مسوين هذا الشيء؟ هذا الشيء مسوينه حتى تقلل من استخدام الوايرات ووزنها. يعني انت بدال لا هذا الواير تاخذه من الباتري، خوش تحطه بسويتش بصفك او دقمة بالدشبول، ترجع نفس الواير الكبير تراجعه مثلا على المروحة اللي انت تريد تشغلها. هذا راح يصير عندك صرف هواية بالنحاس او الوايرات هاي، ويصير وزنها ثقيل، لان احنا دا نحكي على شغلة وحدة. السيارة كم شغلة بيها تشتغل عن طريق دقام او فتشي، بيها هواية اشياء. فهذا قبل اختراع هذا الكتفات يعني اختصروا تقريبا بحدود 400 كيلو من السيارات اللي هي كلها تروح بس عبارة عن الوايرات. طبعا مثال عندنا على المروحة، شوف هسه هاي رابطيها على البارد ويا البدنة اوكي، والحار مالتها، وانتبه على السمك مال الواير. هنا ايش سوينا؟ اجينا حطينا كتف، الكتف وديناه لبارد. شوف الواير الصغير يحتاج بارد ويحتاج حار. شوف هسه هذا الحار احنا منين جايبيه من جوا من السيارة. شوف هذا هو اللي يتحكم به هذا المفتاح، واللي هو مربوط هنا ويا الفيوز. هذا الفيوز مال شنو؟ الفيوز مال الجامات. طبعا مثل ما قلنا الفيوز مال الجامات انه يكون فيوز عالي ويكون شغال بس ويا فتحة السويتش. هسه مثلا هاي اذا فتحنا سويتش هسه هذا سويتش فتحناه، المفروض تكون المروحة شغالة بس احنا مطفيها من هذا السويتش اوكي. فهسه شنو؟ شغلها. هسه المروحة شغالة. مهندس سد سويتش. شوف هسه طفت اوكي. احنا شنو؟ بس سدينا سويتش، بعدها الجوزة شغالة لكن احنا سادين سويتش اوكي. بس على الوضعية مجرد ما نفتح سويتش تشتغل المروحة. افتح سويتش هسه راح تشتغل المروحة. فاحنا شنو؟ نقدر نطفيها منها. فهسه المروحة تطفى وتشتغل على السويتش وعلى هذا. اذا هذا مشغلي وفاتحين سويتش تشتغل، اذا سدينا سويتش تطفى نهائيا ما يوصلها اي كهرباء. ليش؟ لان هذا الفيوز اللي ويا الواير ما تجي كهرباء الا احنا من فاتحين سويتش. هسه نجي بعد شنو؟ على الكتف. لاحظ الكتف هذا جاي واير، هذا الواير جاي فيوز للحار اوكي. ليش؟ حتى يصير كنظام حماية. بينما هذا الواير الابيض هو وين رايح؟ رايح على المروحة. فشوف انا هنا انا شو مسوي له؟ مسوي له هاي النثية وفحل اللي شوفت لكم اياها اوكي. يعني تقدر تسويها هيك، تقدر تضربه تيب يعني للسيم. هذا هو الكتف مالتنا، بحيث شوف باوع علي زين واير من الحار، من الحار على فيوز على الكتف، واير سمين الكبير. نفس الواير يطلع وين؟ يروح على الحار مال المروحة. المروحة البارد مالتها يجي على البدنة اوكي. وعندنا شنو؟ عندنا واير صغير يروح للكتف من البارد، وعندنا الواير الصغير الثاني مال الكتف يجي حار من الفيوزات الداخلية اوكي. فهذا شكل للمروحة بطريقة معينة لهاي السيارة. هسه راح اشوفكم نفس الترتيب لكن سمك الوايرات يختلف. ليش؟ لان ماطور المروحة اكبر. شوف عزيزي هسه هذا المثال الثاني. اول شيء لاحظ سمك الوايرات، الواير الازرق هسه اللي شوفت لكم اياه بداية الفيديو، حجم الفيوز هنا أنا. شوف هنا حجم الفيوز اكبر، الكتف حجمه اكبر. ليش؟ لان هاي الماطور مالتها اكبر خوش واسرع واقوى، فيحتاج كهرباء اعلى.
هسه احنا هاي ليش مسوي لها هيجي؟ هاي مسوي لها هيجي لان اكو بيها مشكله هنا، يعني السرعه الثانيه ما تشتغل، يعني السياره تحمى وما تشتغل عندنا المروحه، فسوي لنا مشاكل. اوكي، فهسه نجي هاي هم نفصلها نفس المبدا، باوع هنا من الحار فيوز للكتف. لاحظ الكتف هنا انا شلون مشتغله بهذا نظام اللي هو الكليبسات، تسوي كليبس وتربطه مباشر. هاي في حال كان الكتف ما بي وايرات. هنا ايش عندنا؟ عندنا الكتف يصير بي بنات كبيره وبنات صغيره. البنات الكبيره هي تكون الاساسيه او الرئيسيه او اللي تودي الكهرباء. فلاحظ هسه هذا، شوف السيم مالته هذا ايش كبراته. اوكي، وشوف البن مالته ايش كبراته، الفرق بيناتهم. شوف واحد كبير واحد صغير. طبعا هذا البنص هذا ما نستخدمه احنا لان هذا كتف خماسي، هذا ممكن نشرحه بغير فيديو. فلاحظ هذا الكبير للكهرباء الرئيسيه، بينما الصغار هي للتحكم. اوكي، هسه سؤال، منين جبنا كهرباء الهاي؟ هذا الواير هو مال التحكم، كان مديناه منا، نزلته من جوا الشامل لوغ واجا دخل من يم هاي اللاستيكه عبر هنا أنا. نفس الجوزه ونفس الفيوز، هم هذا الفيوز ما يشغل المروحه الا من يكون السويتش فاتح. لاحظ، وهذا نظام الكليبسات يعني اللي شوفت لكم اياه. فهذا هو طريقه ربط للمروحه.